السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 5 ابتدائي هنبدأ الدرس بتاعنا النهارده قسم على كسر عشري وعدد عشري. اتفقت معاك قبل كده ان الكسر العشري الكسر العشري ده اصغر من العدد العشري لانه بيكون اقل من الواحد الصح. طيب انا طبعا خدت معاك اركان عملية القسمة، كانت المقسوم على المقسوم عليه، واشترطت عليك ان المقسوم بيكون اكبر من المقسوم عليه حتى تتم عملية القسمة وينتج لي خارج القسمة. طيب انا هديك مثال علشان تعرف قسم الكسر عشري وعدد عشري ازاي. طيب مثال 8 من 10 على 2 من 10. طيب الاثنين دول طبعا كسرين عشريين، مفيش هنا عدد صحيح عشان اقدر اقول عليه عدد عشري. طيب 8 من 10 على 2 من 10 انا عايزاك تحلها لي بطريقه الكسور الاعتياديه اللي احنا خدناها قبل كده. 8 من 10 لما باجي اقسمها بتبقى 8 على 10. من كسر عشري عايز احولها لكسر اعتيادي. طيب العدد هخليها فيه. طيب 2 من 10 هي 2 على 10، بس طالما انا عملت عمليه القسمه بتاعت الكسور الاعتياديه يبقى انا الخطوه اللي عليها الدور هقلب الكسر. افتكر معايا هيبقى 10 على 2. طيب طيب ال 10 دي مع ال 10 دي هتقسمهم مع بعض، هيبقى لي 8 على 2 هيساوي 4. طيب القاعده بتاعتي النهارده اللي هي القسمه على الكسر العشري والعدد العشري انا هشتغلها ازاي؟ بص كده معايا، انا عشان اشتغل الدرس بتاعي ده لازم اتخلص من اشاره المقسوم عليه، لازم اتخلص من اشاره المقسوم عليه بحسب عدد الخانات. طب انا هنا بعد خانه واحده يبقى انا جزء من 10، يبقى انا هضرب في كام؟ هضرب في 10 عشان عايز اخلي ده عدد صحيح. طب بص معايا برضه هوضح لك اكتر بالحل. 8 من 10 على 2 من 10. طيب انا قلت لك هنا بعد رقم واحد يبقى انا هضرب في كام؟ هضرب في 10، ما ينفعش اضرب هنا بس في 10، لازم اضرب هنا كمان في 10، موقع العلامه لازم اغيره. اهو. طيب لو انا ضربت في 10 8 من 10 عايز اضربها في 10 هتبقى 8 على. طيب الاثنين اللي هي بتاعت المقسوم عليه الاساسيه اللي انا عايز اتخلص من الاشاره بتاعتها، ها؟ هتضربها في 10 هتبقى بكام؟ هتبقى ب 2، 8 على 2 هتساوي 4. وده نفس الناتج بتاعي. طيب في برضه حاجة تالتة عايز أقول لك عليها، أنا ممكن أحط أصفار يمين المقسوم، يمين المقسوم ده في حالة لو المقسوم صغير، لو هو صغير طبعًا مش هيقبل القسمة على المقسوم عليه، فأنا هضيف له أصفار، برضه ده هوريها لك بخطوات تانية من خلال أمثلة برضه أنا مجهزها لك معايا. هحللك من كتاب التدريبات صفحه 18 تدريب رقم 1. لما اقول لك 416 جزء من 1000 على ثمانية من عشرة هحلها ازاي؟ طبعا في اللي انا قلته لك قبل كده لازم اتخلص من اشاره المقسوم عليها. طب اتخلص عليها منها ازاي؟ هشوف الاشاره دي بعد كام رقم، هلاقيها بعد رقم واحد، يعني المفروض ان انا اضرب في 10 عشان احوله لعدد صحيح عشان تتم معايا عمليه القسم، ومعنى ان انا ضربت هنا في 10 لازم اضرب هنا كمان في 10. طيب عند الضرب في 10 بتحرك العلامه رقم واحد جهه اليمين. طيب هنا هضرب في 10 طبعا ده هينزل لي هيبقى عدد صحيح. طب هعمل لك المساله بشكلها الجديد الاول، هضرب هنا في 10 اهو وهنا في 10 عشان ما انساش. خلاص؟ طيب العلامه هتتحرك كام رقم؟ رقم 1 4 و16 من مين؟ عدد. طيب العدد اللي هو المقسوم عليه اعمل فيه ايه؟ برضه العلامه هتتحرك رقم 1 هتنزل ب 8، اصبحت عدد صحيح يبقى ينفع ان انا اقوم بعمليه القسمه بتاعتي. هتقوم منزل لي علامة الكرسي بتاعي اهو وعامل لي مسودة كده على جنب 4 و16 من 100 على 8. وتعالى نقسم بقى قسمة عادية جدا، 4 على 8 هتنفع؟ لا طبعا مش هتنفع، لأن أنا قلت لك إن ما ينفعش يكون عدد صغير أقسمه على عدد كبير، هحط مكانه صفر وأحفظ الخان، بس أنا قابلتني حاجة جديدة طبعا اللي هي العلامة دي، ولا تهمني خالص هطلعها فوق في مكان خارج القسمة. طيب بعد كده بقى عندي هاخد العدد اللي بعده بقى 41، انا قلت لك ولا كانك شايف العلامه انا طلعتها خلاص فوق. 41 على 8 كان في 8 يديني 41 او اقل منها شويه.
شويه، يعني انا بختار عدد اقرب لل 41، هلاقي ان 5 في 8 ب 40. طيب الخطوه اللي عليها الدور هعمل ايه؟ افتكر كده معايا، اقسم، اضرب، اطرح، نزل العدد. طيب 41 ناقص ال 40 لما وصلت لخطوه ايه؟ الطرح، هيساوي 1. هنزل العدد اللي عليه الدور، الدور اللي هو السته، بقت 16 على 8. كام في 8 هيساوي 16؟ هلاقي 2 في 8 هيساوي 16. اصبحت القسمه بتاعتي منتهيه لان نهايتها اصفار اهي. يبقى خارج القسمه بتاعي هيساوي كام؟ هيساوي 52 جزء من 100، واحفظ مكان العدد الصحيح بصفر. طيب شوف معايا مساله كمان. واحد و155 جزء من 1000، طبعا ده عدد عشري، على 35 جزء من 100، وده كسر 10 عشان مش فيه هنا عدد صحيح. عايزه اشتغل مساله القسمه بتاعتي، لازم اتخلص من العلامه دي في المقسوم عليه. هعمل ايه؟ العلامه بعد كام رقم؟ بعد رقمين، يبقى انا هضرب في 100 عشان اخلي ده عدد صحيح، وهنا برضه لازم اضرب في 100 عشان اقرب العلامه واخليها في موضعها حتى تقبل القسمه على العدد. طيب لما اضرب هنا في 100 هتبقى بكام؟ العلامه هتمشي كام رقم؟ هتمشي رقمين جهه اليمين، يبقى 115 وخمس اجزاء من 10 على، طيب العلامه هتمشي كام رقم؟ هتمشي هنا رقمين، يبقى على 35. طيب تعالوا نعمل عمليه القسمه تاني، 115 و5 من 10 على 35، هاخد رقمين مع رقمين، 11 على 35 هتنفع؟ طبعا مش هتنفع عشان هي اصغر، احفظهم بصفرين، هاخد برضه هنبدا برضه المساله بتاعتنا دي برضه، قلت لك هتضرب هنا في 100 وهنا في 100 بحسب الشرط المقسوم عليه. طيب انا عايزه اتخلص من العلامه عشان تصبح معايا عمليه القسم. طيب هنا العلامه هتتحرك كام رقم؟ هتتحرك رقمين جهه اليمين بعدد الاصفار اللي احنا جبناها من المقسوم عليه. طيب يبقى 1 1 5، 115 صحيح و5 من 10 على، ها هخلص من الاشاره بتاعت المقسوم عليه، هتبقى 35. طيب المقسوم عليه عدد صحيح، يبقى هتقبل القسمه على طول. يلا نقسم مع بعض بقى، 115 صحيح وخمس اجزاء من 10 على 35. هاخد رقمين مع رقمين، 11 على 35 مش هتنفع عشان اصغر، هحط صفرين احفظها، بقى 115 على 35، خبي احاد وعشرات مع، خبي احاد مع احاد، هيبقى لي 11 على 3 فيها ال 3 هتساوي 3 في 5 ب 15، 5 ومعايا الواحد، 3 في 5 ب 15، 5 ومعايا الواحد، 3 في 3 9 زائد الواحد 10. وبرضه هعمل خطوات القسم عشان ما انساش، هقسم، هضرب، هطرح، هنزل العدد. طيب انا وصلت لخطوه الطرح اهي، 5 ناقص 5 0، 1 ناقص 0 1، 1 ناقص 1 0، هوصل لحد العلامه، هطلعها فوق ولا كاني شايفها، وانزل العدد. هتساوي كام؟ هتساوي 105، وانا جربت دلوقتي 3 في 35 هتديني برضه 105. برضه قسمة منتهية، أصبح خارج القسمة عندي 3 وثلاث أجزاء من 10. هندي مثال تاني، مش هتنفع عشان اصغر، العلامه هتقابلني هنزلها اطلعها فوق
طيب بقى عندي 87 على 46 هخبي احد مع احد وهضرب في الاثنين عشان 8 على 4 فيها الاثنين. طيب 2 في 46، 2 في 6 ب 12 ومعايا الواحد، 2 في 4 ب 8 زائد الواحد 9 ب 92. طيب هتنفع؟ انا عايزه 87 دي اكبر، يبقى انا هاخد الاقل هتبقى الواحد. 1 في 46 ب 46 هطرح 7 ناقص 6 1 و 8 ناقص 4 4. طيب ايه الخطوه اللي عليها الدور؟ بعد ما طرحت هعمل ايه؟ هنزل العدد، يبقى الاربعه هتنزل. طيب خبي برضو احد مع احد، 41 على 4 فيها الكام؟ كام في 4؟ هيساوي 41. طيب هلاقي 4 في 9 ب 36. طيب هجرب في التسعه، هي اقرب حاجه ليه؟ 9 46، 6 في 9 ب 54 ومعايا ال 5، 4 في 9 36 زائد ال 5 41 هي الداتا دي اللي عندي تحت. يبقى انا هحط التسعه فوق عشان ما انساهاش، بقت 414. المساله طلعت معايا منتهيه، يبقى خارج القسمه هيساوي 19 من 100. شكرا يا سنه 5.